وشوشة. شارع الفن ده وش الخير عليا، والشارع بتاعي وبيتي وسكاني وجيراني وخمس سنين، ويمكن البرنامج خلال الخمس سنين دول حصل اكتر من تجربه تانية، وكان دايما شارع الفن او جمهور شارع الفن كانوا بيطالبوا ان شارع الفن يرجع تاني. ففكره طبعا انه يتوقف الموضوع طبعا صعب عليا وصعب على الجمهور، لكن هنعمل جمهور جديد، وجمهوري موجود معايا وسكاني، يعني ما بقولهمش جمهوري، يعني انا بحس انه مستمعين شارع الفن دول اخواتي واصحابي، وخلاص بقينا ارتبطنا خمس سنين، هما معايا فانتازيا، ومين عارف قدام ممكن يحصل ايه، يعني الشارع موجود يمكن بس يعني قافلينه شويه. لكن كانت مصلحه نغم اف ام اهم من، يعني مصلحه نغم اف ام اكبر واهم الفتره دي من ان انا ابص لشيء شخصي، يعني ان انا ابص بس لشارع الفن، كان لازم ابص لشكل الاذاعه كله. يمكن ده والنجاح الكبير اللي حققته نغم اف ام والنور الرائع اللي حصل في نغم اف ام الفتره اللي فاتت، يمكن هو ده اللي مخليني مش زعلانه قوي. وطبعا انا عايزه اشكر الاعلامي الرائع الاستاذ وليد رمضان، لانه كل ده بفضله وباشرافه وتفكيره قد ايه شخص كرييتيف. لو هنتكلم عن مستر وليد رمضان رئيس التنفيذي، طبعا هو الموضوع مش جديد عليه، يعني يمكن هو في من البدايه كانت نجوم اف ام، طبعا هو اللي اسس راديو مصر، شبكه راديو نيل، الاربع اذاعات نغم اف ام وميجا وكيدز، ما كانش في شعبي وقتها، وبعد كده سابنا وراح طور اذاعات خارج مصر، رجع لنا مره ثانيه لما بقت شبكه راديو نيل شركه راديو نيل، وجي علشان يطور، واظن التطوير واضح. وقد ايه كل الناس اللي جوه الشركه كلهم سعداء، ويمكن انتوا لما شرفتونا في الحفله شفتوا قد ايه الناس قريبين لبعض والناس حابين بعض جدا، وخليه نحل، يعني احنا تقريبا شهر كامل قبل انطلاقه اذاعه نغم اف ام تقريبا ما بنروحش، تقريبا كلنا موجودين ايدينا بايدين بعض، كلنا همنا حاجه واحده بس، ان نغم تبقى رقم واحد. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org